بص بقى انت الاربعه، انا قررت قرار، انا هخش ميس ايجيبت وهكسب المسابقه وهخش ميس يونيفرس، انا هبقى ملكه جمال العالم كله. ماشي سوري يا ماما، انا خدت فلوس من عندك في الدولاب وسافرت لبنان عشان اعمل عمليات تجميل عشان احقق حلمي بقى، واثبت لكم اني ممكن ابقى ميس ايجيبت في يوم من الايام، وبكلمك بقى لما اوصل. ماشي وما تسلمش على ولا واحده من اخواتي. ايه ده يا جاسم، مش كفايه انك وحشه وكمان حراميه؟ هي جاسم بتوصل النهارده؟ لا وصلت، دي زمانها جاي على هنا. ايه ده، ما حدش راح يجيبها من المطار ولا ايه؟ ليه هي صغيره ولا ايه؟ دي من المطار اهي، وصلت اهي حبيبتي. الحمد لله على السلامة. انت فين؟ ايوه قاعدين في الكافيه اللي على البول، مش شايفانا؟ انت فين؟ ورايا؟ السادة المشاهدين اللي بيتابعونا، مساء الخير على كل السادة الضيوف، ومساء الخير طبعا على لجنة التحكيم اللي مشرفانا ومنورانا في حفلة جديدة وموسم جديد من حفلتكم ملكة جمال مصر ميس ايجيبت. النهاردة معانا موسم جديد، موسم مختلف بكل المقاييس، مقاييسه حتى مختلفة في الحماس. ليه الموسم ده مختلف؟ لأن المتسابقة اللي هتحصل على لقب ملكة جمال مصر السنة دي مش هتمثل بس مصر على المستوى المحلي، هتمثله كمان على المستوى الدولي، وده من خلال مشاركتها في ميس يونيفرس اللي هتقام في اندونيسيا. يا ترى يا هل ترى مين اللي هتفوز باللقب؟ مين اللي هتطلع قدامنا النهارده وهتكون صاحبة السعادة ان هي تكون اجمل واحدة في مصر؟ حضراتكم اللي هتقيموا بجد المواهب، النهارده هنديكم فرصة دلوقتي ان انتوا تتعرفوا على كل المتسابقات بان احنا نطلعهم على الستيج دلوقتي. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، مين اللي هتكون احلى واحدة في مصر؟ مين اللي هتكون ميس ايجيبت؟ ودلوقتي حانت اللحظة الحاسمة، اللحظة اللي كلنا مستنيينها، اللحظة اللي تنفس من خلالها متسابقات كتيرة جدا، وهي الوحيدة اللي قدرت تكون فاضلة. ملكة جمال مصر، أحلى واحدة في مصر، ميس إيجيبت جاسمين. Sí.
في ايوه 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 خلاص بقى. جازم انت يا جازم، انت يا بنت يا جازم. ايه ايه انت اللي ايه يا اختي؟ اديني ساعه بنادى عليك، انت فين؟ بقول ايه، انا هطلع اجيب شمام الكيس السود، اجيب لك معايا تاكلي؟ لا شمام ايه بقى؟ لا انا هاكل كوكونات. ايه الكوكولات دي؟ جوز هند يا هانم، جوز هند اللي بناكله من الصبح. ايه له ده من الصبية؟ صبية؟ ايوه انا فاكراها صبية حمضانه. هو لو صبية حمضانه كنت تاكليها عادي، ما انا بسف بعدها شويه طوب احمر مطحون بيجلي المعده ما بيخليش اصل لاي حاجه. يخرب بيت ام الطوب الاحمر. ايه ده؟ في ايه يا سليم بيه؟ فين الفاكهه؟ مفيش موزه وعنبتين مسوسين. فين الاناناس؟ فين بقيه الفروتس؟ فين الكاكا الست المستحيه الحرنكش؟ فين الحاجات الحلوه دي؟ فين يا 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 افيو فانوس لانوس لانوس يا لانوس يا لانوس امر يا سيطره. الناس بتوعك ما حطوش الفاكهه ليه يا ابني؟ ايه ده ولاد اللذين لسه ما عملوش حاجه؟ ده انا قايل لهم مرتين. الله، يبقى في ايه؟ بص يا سليم بيه، انا حاسس بصراحه في عوق. يعني الجماعه السنين دول بقالهم كده فتره ممروعين علينا. ممروعين؟ ممروعين ده يا باشي جايه من المرع. مرع؟ المرع. ايه المرع ده؟ مصطلح جديد ده ولا ايه؟ يعني انا قصدي اللي هم عاملين فيها من بنها. كلامي ما بقاش يلدم معاهم، بقى ينفضوا لي يسقعوا لي. ايه ينفضوا لي يسقعوا لي؟ بص ما تكلمش اتكلم صيني انا هفهمك اكتر. بص بصراحه يعني هم ما بقوش يسمعوا الكلام، وحاسس ان في حد مسوحهم علينا. حد مسوحهم علينا ازاي يعني؟ في حد غيرنا بيجيب لهم ميه. حد زي مين؟ حد من هنا بيخوننا يا سليم بيه. لا مؤاخذه، مال وشك اصفر كده ليه يا عجر؟ مفيش حاجة يا باشي. مفيش حاجة ايه؟ يعني مين يجيب لهم مية والمية عليها حراسة؟ طب استأذن انا بقى. تعال هنا. رايح فين؟ هجيب مشاغيل. ماني هروح انام بقى يا باشي عشان ورديتي خلصت والدور على الحروم. انت مش قلت مش جايلك نوم؟ اسكت، مش انا جالي ابو النوم، بنعس. ابو النوم جالك. بص بقى، انت تعترف كده بسهولة وتحكي لي كل حاجة، يا إما والله أعلقك على باب الشجرة اللي برة وخلي رجل الغابة يجيلك أبو رجل قد كده وإيد قد كده ويلزك واحدة ينفض لك البنطلون أبو حشرات. اعترف. أنا أقول على كل حاجة يا باشا. أوبا يا لهوي، كتف اتملخ من الأزايز. بتاعت حمراي ولا إيه؟ بعدين مش دي كانت فكرتك من الاول؟ فكرتي بس ممكن اغير رايي عادي يعني. يا سلام، ونخلي بقى الناس تموت من العطش عشان حضرتك كتفك اتملخ. بلاش دلع يا عتاب والنوت. وفاق لما تدلع، مش بفك معاك بكلمتين. طيب يا ستي الدلع براحتك. عموما هاتي الازازه شيله منها. تقدر تشيل نفسك. طب يلا يلا بينا. يلا بينا على فين يا حضره الصول؟ سليم باشا، ايه المفاجاه الجميله دي؟ يا لا مفاجاه جميله ولا حاجه. خلاص انتوا اتقفشتوا متلبسين بالسرعه. انا مش فاهمه، هو حضرتك بتتكلم عن ايه؟ يقصد الميه اللي انتوا شايلينها دي. اخص عليكم اخص. اتاري بيت بيكانتوا بقى لها اسبوعين بحالهم، ما بتجيش تنظف البيت وتغسل يعني وتعمل حاجات البيت دي. طبعا ما لقيت حد غيري يشربها. ايه يا جماعه، انتوا فهمتوا ايه بالظبط؟ الميه دي احنا جايبينها علشان نسقي بيها ال الزرع. زرع ايه يا بلغم باشي؟ ما خلاص كل شيء انكشف من وباء. بس اخر حاجه كنت ممكن اتوقعها ايه؟ ان الضابط اللي معانا يطلع هو حرام الميه. اسمعخص ابقى نشن. مؤاخذه يا باشا، منفعل. ايه يا ناس، انتوا فهمتوا غلط. الميه دي لاستخدامنا الشخصي. وعدم لا مؤاخذه يعني استخدام الشخص ده معناته ايه يا ابا؟ عشان بدل المنبرز يعني. ما تستعبطيش يا بنت انت. يلا اقبضوا عليهم وحطوهم في البوكس. هو فين البوكس ده؟ انت البوكس. طيب اثبت مكانك انت وهو. لا اتحرك خطوه واحده افجر دماغه.
شكله عدى على كينج كونج. موزة مفخخة مش تقشرها الأول يا حرزابتي. دور على حاجة بلسم باشا. كان معايا منجاية شايلة بس مش عارف راحت فين. هي دي المنجاية؟ انت جبت السلاح ازاي؟ ثبتوهم. على فكرة موضوع سرقة المية ده مش ممكن يعدي بالسهل، انتوا لازم تتعاقبوا. انا في الحالات دي الف جلدة وجلدة. انا شايف ان ده كتير يا سليم بيه. انا عن نفسي ضد التعذيب البدني، انا شايف نسجنهم كفاية. ايوه يا سعادة الباشي، بس احنا لسه ما بنناش سجن هني. خلاص، انا كنت شفت مرة فيلم تسجيلي حبوا يسجنوا فيه ناس، عملوا لهم حفرة في الارض بطول بني ادم كده وبعدين يحطوا بني ادم فيها. شفت الفيلم ده؟ عذاب امرأة نيلي وفاطمة رشدي. ايوه يا باشا، اما كانوا بيدفنوهم زرع بصل.